أعلن النائب حمد المدلج عن أنه تقدم ومجموعة من النواب باقتراحين بقانونين، أولهما بشأن التعديل على قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وثانيهما بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للصناعة. تقدمت بطلبين لتعديل قانون التأمينات وتعديل قانون هيئة الصناعة مع الإخوان الزملاء الأعضاء سعود العصفور، شعيب المويزري، شعيب علي شعبان، عبد الله فهد العنزي، ودكتور فلاح الهاجري، والأخ أسامة الزيد. الطلب الأول تعديل قانون التأمينات الخاص بإبعاد ممثل غرفة التجارة والصناعة عن هذه المؤسسة المعنية بأموال المتقاعدين وأموال المؤمن عليهم من الموظفين وأصحاب أعمال. التعديل الآخر هو إبعادهم عن الهيئة العامة للصناعة. لا يجوز أن يكون قرار المنح وقرار رقابي بيد المستفيد، لذلك الواجب اليوم أن تبتعد غرفة التجارة وممثليها على الهيئة العامة للصناعة، امتدادا إلى كل الجهات الحكومية، وامتدادا في النهاية إلى أن نقدم قانون لتنظيم عمل غرفة التجارة والصناعة.